على بركة الله مشاهدي الكرام، ينطلق في هذه اللحظات الشوط التاسع للابكار المحليات الاصايل. تابعت التحدي والاثارة، وعلى بركة الله وتوفيقه ننطلق ونبحر مع الشوط التاسع للابكار المحليات، وننطلق مع المركز الاول مع وعد لحس عيد بن محمد بن مهيان العامري، من يقدم لنا وعد في المركز الاول. بينما المركز الثاني الواصلة في ثاني الاسماء هملول المبارك من مطر بدلوي، المنصوري قادم في ثاني الاسماء، وثالثة الاسماء قادمة الشاهنية في ثالثة الاسماء، المبارك بن ضحاوة المنصوري قادم الراشدي في ثالثة الاسماء، قادم الراشدي في ثالثة الشعارات، ورابع الاسماء شوف ود المبارك بن سهيل بن ربيع المحرمي واصل وقادم في رابع الاسماء، وخامس الاسماء شوف القادمة قمرية، قمرية المنصور لبن ناصر بن علي بن سرود الخيلي قادم بن سرود في خامسة الاسماء. هكذا هي النتيجة لهذه الاسماء، لهذه الشعارات المنطلقة، ولكن لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع المركز الاول والانطلاق الاول مع وعد، وعد مع ابن بحيان لسعيد بن حمد بن بحيان العامري، يقدم وعد وعد كالعهد يا ابن بحيان، ركز على هذا الموقع. بينما شوف الوصول من الشعارات القادمة، هود قادمة لمبارك بن سهيل بن ربيع المحرمي واصل وقادم، بينما ثالث الاسماء وصل شعار الراشدي مبارك بن ضحوة، مبارك بن سعيد بن ضحوة الراشدي قادم مع الشاهنية في ثالث الاسماء، ورابع الاسماء شوف القادم قادم شعار في رابع الاسماء من الزاوية، من الزاوية الثانية شوف تابع القادم والواصل رقم القادم شعار مطر مبارك بن مطر بن دلوي المنصوري مع هملولة قادم المنصوري، بينما خامس الاسماء شعار منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيلي مع قمرية، ولكن الصدارة البداية المركز الاول وعد لمبارك بن سهيل بن ربيع المحرمي، من يقدم لنا وعد في المركز الاول. الله يا وعد، وعد وعد في الصدارة، وعد في المركز الاول لمبارك بن سهيل بن ربيع المحرمي. الله يا بن ربيع، يقدم لنا وعد في الصدارة الاولى في المركز الاول. وشوف وصول، شوف القدوم والحضور، والواصلة قمرية لمبارك بن قطامي بن سعيد الخيلي وصل، وثالثة الاسماء شوف القادم
منصور بن ناصر بن علي بن زرود وصل مع قمرية في ثالث الأسماء. الله يا هذه الشعارات الحاضرة والمنطلقة في هذا الشوط. شوف بقية الأسماء هي مصورنا تابع الشعارات الخلفية التي لم يحين موعد دخولها، ولكن عود مع البداية مع قمرة 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 في البداية. قمرة لمبارك بن قطامي بن سعيد الخيالي مع قمرة في المركز الأول، والقادمة والواصلة قمرية لمنصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيالي في ثاني الأسماء. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصل بن ربيع مع الكيلومتر الأخير الكيل الخطير. وصلت الحقة لجمعة بن مبارك بن مغير الخيلي. وصل مبارك بن سهيل بن ربيع المحرمي مع ود، والقادمة مراسيل هادف الحزم بن قنوس العامري. مراسيل بدأ يرسل مراسيل بن قنوس مع البداية مع مراسيل هادف بالحزم بن قنوس العامري. الله الله يا مراسيل يا مراسيل في البداية هادف بالحزم بن قنوس العامري. وصلت الحقة، وصلت الحقة لجمعة بن مبارك بن مغير الخيلي. يا سلام، اتحركت الأصايل وتحركت قمرية منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيلي. الله يا منصور في موقع النصر، في موقع النصر مع قمرية 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 في البداية في المركز الأول. منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيلي، سلام يا بن سرود، اشكرك على هذا الانطلاق. من تقدم لنا قمرية منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيل لحظات الوصول الى خط نهاية المركز الثاني. المركز الثاني الحق الجمعة بن مبارك بن مغير الخيلي، وثالث الاسماء ثالث الشعارات. المركز الثالث قمر